أهلا بكم مشاهدينا من جديد في أولى فقراتنا لهذا اليوم. نتحدث عن التنمية البشرية وتقدير الذات، لأنه لكل منا شخصية مختلفة عن غيره. هناك شخصيات تحترم وشخصيات مميزة يجب تقديرها، وأهم من هذا كله الشخصيات الهامة لنا، شخصيتنا التي تمثل ذاتنا. لذلك يتوجب علينا تقدير ذاتنا بالمقام الأول. ولكن كيف علينا أن نقدر ذاتنا؟ وهل يصل تقدير الذات لمرحلة الغرور أم هي ثقة بالنفس زائدة وتباهي بالإنجازات الإيجابية؟ للحديث أكثر عن هذه الأسئلة وغيرها نستضيف معنا الدكتور عمار الزعتري، أخصائي تنمية بشرية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباح جميع السادة المشاهدين. يعني عشان نكون ناجحين في الحياة لازم الواحد أول إشي يبدأ في حاله أنه يكون مقدر ذاته عشان يقدر ينجز الإشياء اللي هو بيحلم فيها أو بيرغب فيها. فشو هو تعريف تقدير الذات؟ نعم، بدأت أشكرك على اختيار هذا الموضوع لأنه كتير مهم، وخاصة اليوم الشباب يعني والصبايا لما يدخلوا على سوق العمل بيحتاجوا هذه الصفة أو هذه القدرة، حتى يعني هي أحيانا بتكون مفتاحهم في العمل، في مقابلات العمل. بداية تقدير الذات هو يعني نظرة الإنسان لنفسه، كيف بنظر لنفسه إن كان بطريقة إيجابية أو لا سمح الله بطريقة سلبية، واللي هي بتشكلنا إحنا بنسميه كمان الصورة الذاتية. يعني هو لما مثلا ينظر لنفسه في المرآة أو يحكي مع نفسه، للأسف ممكن البعض يكون عنده نظرة سلبية فيقول أنا فاشل. طبعا هذا له أسباب بيئية أو حياتية، أو ينظر لنفسه يقول أنا ناجح وأنا شخصية ممتازة، أو ممكن ينظر لنفسه زي ما بغرور يقول أنا يعني أكبر واحد في المنطقة أو يعني أغنى واحد في المنطقة. فهي صورته يعني الصورة الذاتية جوا عن نفسه وشو بيوصف نفسه بتعطيه التقدير الذاتي، واللي هي تلقائيا بتتحول قدام الناس لإحنا بنسميها اللي ثقة بالنفس. فالناس بتشوف ثقة الإنسان بنفسه قديش مستواها. ثقة النفس هي انعكاس لتقديره وصورته عن نفسه الإيجابية. في حال كانت إيجابية يكون ثقة جيدة، اللي بيصدرها للناس يعني. يعني اللي بيظهر للناس هو ثقته بنفسه. لا سمح الله كانت مهزوزة معناته تقديره لذاته ضعيف. إذا كانت شديدة زي ما قلنا يكون تقديره لذاته فوق الطبيعي، أو يعني اللي هو مرحلة الغرور. فهي صورته لنفسه اللي إحنا دائما نتمنى وبنسعى إنها تكون تقدير متوازنة، ثقة بالنفس، ما لا بدنا غرور ولا بدنا ثقة ضعيفة أو مهزوزة، يكون التقدير. وهذا طبعا يعني له أسباب كثيرة، أهمها النشأة وخاصة في البيت وخاصة في المدارس. يعني نشأة الأطفال زي ما نحكي دائما إحنا في التنمية البشرية أول 7 سنين هي 90% بتأثر على شخصية الإنسان من ناحية ثقة بالنفس وتقديره لذاته، بناء عليه بلش تتطور وتتحسن للعمل. طب يعني خليني يعني كيف أنا فهمت إنه تقدير الذات مبني على إنجاز معين بيقدم الشخص حتى يقدر ذاته، أم هو مبني على أنت تفعل نفسك وتقدر نفسك لو ما عندك إنجاز؟ هو بقوم على ركيزتين أساسيات. الركيزة الأولى تقبلك لذاتك ومعرفتك بذاتك، والقسم الثاني اللي هو الإنجازات. هلأ نجي للقسم الأول. القسم الأول هو صورتك عن ذاتك، زي ما قلنا تقبلك لنفسك. هلأ زي ما قلنا في بعض الناس بكون عنده عدم تقبل لذاته. سببه قلت لك أحيانا النشأة اللي حواليه، يعني ما حسسه. بنعرف لما طالب يتعرض لا سمح الله لقمع من أهله أو في المدرسة، أنت غبي، أنت كسول، أنت مزعج، يضلوا يعطوه هاي التصرفات السلبية، بصير عنده جوا إنه طفل بصير يخزن شغلات، بصير صورته عن نفسه إنه فاشل أو غبي أو مزعج أو كذا. صحيح. فهذا تبلش تتبلور هاي الصورة وبصير هو يضيف عليها. يعني بصير مثلا في المدرسة المزعج أخذ صفة من الكل بيحكي له أنتو مزعج، بصير هو عجبته الصفة بصير يطور فيها، بصير صورته عن نفسه مزعج. فتلقائيا هاي بتأثر على تقبله لذاته. ونفس الشيء الأهل، أو في المقابل لا كانت إيجابية في عائلة إيجابية، الأهل حتى وكان الطفل حتى عند قدراته ضعيفة، أنت قادر أنت ناجح. فهون بصير أنه أول شيء تقبله لذاته. وهون احنا رسالتنا اول شيء يكون عنده حتى سمح الله مشكله صحيه او كذا، يعني بعضهم ربنا يبتليهم بالاعاقه بالكذا. صح. بعض الصبايا كثير بتضايقوا مثلا من مظهرها مش حلو كذا، وبتكون او مش شايفه هي مظاهر الجمال عندها، فبلش هذا يخفض التقدير الذاتي. فهون احنا دائما ندعي الانسان انه يتقبل ذاته، اللي ربنا اعطاه اياه هو افضل شيء بالنسبه له، يبحث عن كنوز في داخله. صح. في شكله، في شخصياته، في مهاراته. هذا بداية زي ما قلنا كيف نظرتك عن ذاتك وكيف تقبلك لذاتك. بس أحيانا مش شرط يكون في إنجازات عشان أنا أكون متقدر يعني مقدرة ذاتي. صح. قديش مهم أنه أكون
بدي احقق شيء معين في المستقبل، اكون مآبني في حالي انه انا بقدر اعمل هذا الشيء بالرغم انه ممكن ما يكونش عندي ولا انجاز في حياتي. احنا نقول انه حتى ننتقل لمرحله الانجازات، يعني القسم الثاني اللي يعزز ثقتي بنفسي، هل هون انا بحكي انه اكتشف مواهبي قدراتي؟ يعني كل انسان مهما يكون في عنده مواهب وقدرات، حتى من اصحاب الاعاقه اذا بنركز عليهم لا عندهم قدرات هائله، فكل انسان ربنا اعطاه قدرات هائله في نفسه، في عقله، بكفي عقله. يعني زي ماري كوري كانت مشلوله او كانت عمياء وناس كانوا مشلولين ولكنه غير مجتمع كامل. فهي الفكره انه الانسان عنده طاقات هائله في عقله وفي جسمه والنعم اللي ربنا اعطاه اياها وعنده مواهب. هلا هون دورنا او دور الاهل خلينا نقول المدرسه يساعدوا هذا الطفل اللي هون تكوين الثقه بالنفس والتقبل الذاتي انه يخرج هاي الطاقات والكنوز. في حال انه عرفها او عرفوه وساعدوه فيها وهو عرفها وطورها، الان هون بنتقل لمرحله الانجازات. لازم احنا دائما ندعي كل طالب وكل شاب وكل انسان كان عنده خطه لحياته، لانه هون لخمس سنوات مثلا قررت ادخل مجال الاعلام او مجال السياسه او مجال الاقتصاد، بدي انجز ولو شغلات بسيطه. الان هون قديش انا بصير عندي انجازات بصير اضيف لرصيدي في الداخل، فبصير ثقتي بنفسي تعلى وتعلى. هلا ممكن يصير اخفاقات لا سمح الله، هون دور يعني هون احنا التنميه البشريه والتحفيز الذاتي، انه دائما الفشل هو شيء طبيعي، ما في انسان نجح. هون بصير دور التحفيز الذاتي، يكون عندك تحفيز داخلي، وطبعا نتمنى دائما يكون من حوالين تحفيز ولكن ما بصير نركن عليه كثير. صحيح. فبصير انا هون لما يكون عندي ثقه بصير انا احفز ذاتي بشكل مستمر. يعني حتى لو انا فشلت لازم احكي انه انا بقدر اعيد دراسه الموضوع حتى انجح فيه مجددا. صحيح. طب خلينا نروح نحكي ايش هي طرق تعزيز تقدير الذات. نعم. هلا لازم قلت لك بدايه اول شيء يعني احنا بنحكي عن كنا طفل صغير، هون نصيحه للاهالي والمدارس انه تعملوا دائما، الطفل هو لسه مش مدرك، نعمل على تعزيز في النهايه. يعني صراحه السبب الرئيسي الأهل. هو الاهل طبعًا. والمدرسه اذا نزعوها يعني بصير احيانا بدها علاج او بدها شغل كثير. فالاساس هو من الاهل المدرسه انه نحط الثقه بابنائنا، حتى لو احنا مصلحتهم للاسف مرات تكون الاهل شوي تسلطيين من باب المصلحه ومش من باب ولكن بهز ثقته بنفسه. يعني لما الطفل يروح يشتري شغله ويغلط فيها يجي والده يعاقبه او يعنفه او فهو بحس بالفشل. هلا تكررت هاي الامور، نفس الشيء في المدرسه كان عنده واجب ما قدر ينجح فيه وتكررت، احنا هون دخلناه في دائره عدم تقبل الذات وكره الذات والصوره السلبيه عن الذات. فاول نصيحه هي للاهل والمدرسين انه ما تدخلوا ابنائنا وابنائكم في هذه الحاله، انه انتم المسؤولين عنها. الان اجى المرحله الثانيه انه كبر الشاب او الصبيه وصار فوق ال 18 او فوق ال 20 وصار يعاني من هاي الامور. هون اول شيء مطلوب نفسه نفس الشيء، احنا يعني ليش دورات التنميه البشريه او ندعيهم يقراوا كتب يحضروا هاي البرامج التنميه على الانترنت، البرامج زي هاي البرامج مشهورين. هون في خطوات اولها لازم نرجع نقول له يعني، او بيجيني ناس مرات انا على المركز تعال نشوف شو قدراتك، يجلس مع نفسه على ورقه ويحط شو مواهبه وشو قدراته وشو بيقدر يعمل. لازم نطلع واذا احنا حاولنا نساعده يعني نطلع منه ولو ميزه واحده نركز عليها نضخم له اياها ونخليه يطورها. يعني لازم يلاقي إشي في نفسه يعتمد عليه ويرتكز عليه ويبدأ بالتطوير. الآن هون بيبدأ موضوع التطوير والإنجاز، إنه أنت مثلا شاطر في الكمبيوتر في التكنولوجيا تقدر تنجز هاي الشغلة الفلانية، ابننا نساعده أو هو يساعد نفسه ينجز هذا الشيء يطوره. الآن مجرد صار عنده أول إنجاز ثاني إنجاز ببلش هو يعني هو تقدير ذات زي البنك زي الرصيد. صحيح. بلش يكبر درجة بدرجة. فهون مطلوب منه دائما إنسان يكتشف نفسه، يحط أهداف لحاله لمدة خمس سنوات أو سنة أو عشر سنوات، يسمع ضروري يسمع كثير المحفزين من المحاضرين للتنمية البشرية. بعدين هون ضروري صادق الناس الإيجابيين، وهون أنا بدعي أي شخص يعني بحس حاله بنهز بسرعة أو ثقة بنفسه يترك الناس السلبيين، يعني حتى لو كانوا يعني أصدقاء لازم يتركهم يبتعد عنهم. هلا إذا كانوا أهله بده يحاول يتجنب ما يدخل معهم في نقاشات، للأسف إذا كانوا سلبيين يعني بيقضي معظم وقته مع الناس الإيجابيين من الأصدقاء من المحاضرات. نعم. هلا هذه كنصائح سريعة. لقدام ممكن يعمل تمارين زي ما قلنا، في عنا تمارين بالبرمجة اللغوية العصبية إنه يغمض عينيه طبعا، ولكن قبلها لازم يكون حاط لحاله أهداف يكون عارف حاله، زي ما قلنا يكتشف في نفسه ولو موهبة بسيطة. ليش؟ لأنه من أهم التمارين إنه بيجلس مع نفسه بغمض عينيه وبلش يتخيل حاله بالمستقبل، كيف أنا مثلا بدي أكون إعلامي مشهور في تلفزيون محترم، كيف بدي أكون أنا رجل أعمال وأفتح مؤسستي، يبلش يتخيل عن نفسه. لأنه إحنا عنا في التنمية البشرية قاعدة بتقول العقل الباطن لا يفرق بين الحقيقة
والخيال. يعني تتخيل نفسك العقل اللاواعي بتعامل معك بشكل حقيقي. وده بنضرب يعني مثال يفهموا المشاهدين اكثر، لو تخيلنا هلا قدامنا وجبه شهيه، بصير الانسان يعني حاسس بالجوع وتعامل الطعم حتى ممكن يشم ريحتها وشعر بطعمها. هاي يعني قاعده في العقل الباطن تعلمناها من الخبره والدراسات، وربنا اعطانا اياها حتى الانسان بيقدر بعقله مرات ياسس مشروعه ويعطي لحاله ثقه بالنفس، يقول انا بعد 5 سنين راح اكون في المكان الفلاني، يعيد أهداف هاي يحط يعني. اهداف وزي ما يكتشف نفسه يحط اهداف، يكرر هذه الاهداف في عقله يوميا صباحا مساء، كل ما يكون مع نفسه يسترخي ويتخيل، بصير عقله اللاواعي يطلع له التجارب الايجابيه ويغلق التجارب السلبيه الموجوده في عقله، وبصير بالتدريج يبني هاي الامور. طب خلينا نرجع للاهل، لانه هم اهم نقطه في بناء شخصيه الطفل. خلينا نحكي متى يتوجب على الأهل تقليل تقدير ذات أولادهم لحتى ما يوصلوا لمرحلة الغرور في سن مبكر؟ نعم، إحنا ما بنقول تقليل، بنقول توازن. يعني توازن، نعم، اللي هي التربية الصحيحة. الأهل مطلوب منهم من حد ما يوعى الطفل سنتين وثلاثة، يعني اليوم إحنا مثلا بدخل الروضات 3 سنين بصير يتعلم واعي، بده يبدأ يقدر ذات، يعني يعلمه ثقة بالنفس وتقدير الذات، بس طبعا بطريقة زي ما قلنا متوازن، بتقول له أنت قادر، أنت بتقدر، أنت ما تخليش حدا يصيبك في المدرسة. يعني طريقة التوجيه هون زي ما قلنا مطلوب البناء المتوازن، يعني الطفل بالبيت أخليه يساعد أمه يعمل شغلات بسيطة، ينظف معها يساعدها، يطبخ معها كذا، أنه يعطيه مسؤوليات، يطلع برا يشتري. يعني بعض الأهالي بخاف يطلع ابنه على الدكان، بخاف يطلع ابنه أو يخليه، يخاف يمسكه كاسة يوديها على المطبخ، بخاف يدبها ويكسرها. يعني الخوف الزائد بخلي الطفل أنه أنا ما بعرفش أعمل شيء، فالحماية الزايدة والخوف الزايد بتطلع عنا ضعف ثقة بالنفس وتلقائيا تتدرج. فمطلوب من الأهل هون أنه يعطوا مسؤوليات للأبناء أنا حتى لو أخطأ، حتى ما يوصل الطفل لمرحلة الغرور في المبالغة في تقدير الذات من قبل الأهل. كيف ممكن نوازن لحتى يكون واثق بنفسه ولكن مش بمرحلة الغرور؟ نعم، زي ما قلت لك هلا، هو يعني بشكل عام للاسف المعظم بقلل يعني. نعم. احنا شوي الجو السائد فيه سلطه زائده طبعا من باب الخوف والمحبه، يعني دائما النسبه العاليه واللي بيهتموا في اولادهم بيمنعوا يطلع لحاله بيعرف كيف، فاحنا نعم. السائد معظمه قله الثقه بالنفس. هلا موضوع الغرور هاي نسبته قليله، ولكن يعني في النهايه قلت لك هو بيكون خطا برضه من الاهل هون، يعني الانسان لما يعمل شغله زائده او الثقه بالنفس يعني ما يكون في دلع زائد عن اللزوم. نعم. هون انا بدي اخوفه من نتائج أعماله، يعني أيوة. بدي أحطه شو سلبيات الثقة الزائدة بالنفس، ولكن زي ما قلت لك للأسف هذا الموضوع إذا يعني تطور نادر، يعني مش موجود، وصل مرحلة المراهقة بسوي مشكلة. هلا السائد هو لا العكس، وإحنا للأسف كثير بنشوف طلابنا إنه خايف يوقف على الإذاعة، خايف يطلع بالصف، خايف يواجه الناس يعني. فمعظم الناس للأسف من باب المحبة بيضعفوا الثقة مش بيزيدوا الثقة. هذا اللي سائد بشكل. هلا خلينا نحكي شوي، هذا بنحكي عن مرحلة الطفولة، ولكن لا. في مرحلة الكبر بيكون الإنسان عنده طموح عالي وخيال إنه أنا رح أكون شأن، عندي شأن معين. احنا حكينا انه من المهم ان الواحد يقدر ذاته، ولكن في مرحله معينه ممكن الواحد يوصل لمرحله الغرور. صحيح. وهذه وممكن الشخص نفسه ما يكون عارف انه هو مغرور، ولكن صحيح. بالرغم من هيك انه في اجماع مثلا انه هذا الشخص مغرور، وهذا بنفر الناس منه، انه بخلوه يبعدوا يتعاملوا معه، بيكون شايف اللي قبالهم انه هم او هو لازم ينفذوا لي طلباتي. أيوة. او انا شخصيه عامه لازم الكل يخضع لي، وانا مشهور ومعروف فلازم الكل يخضع لهاي فقديش مهم انه هون الناس كيف تتعامل مع هاي الشخصية لحتى تورجي انه انت عندك غرور كتير عالي واحنا مش قادرين نتعامل مع هذا الغرور اللي فيك. صحيح. هلا هون عندنا قسمين للغرور. هلا بعض الناس للاسف بتشوف نفسها بكون الغرور بس مش بدون يعني بدون شيء، هذا بكون عنده خلينا نقول مرض نفسي او مشكله، يعني بكون هو ما عنده اصلا اي انجاز. هلا عاده اللي بكون عنده غرور زي ما قلنا عاده بكون له سببين، اما هو عنده سلطه خلينا نقول إدارية أو حكومية أو كذا، أو سلطة مالية، يعني رجل أعمال أو عنده فلوس كتير. هدول للأسف أحياناً إنه بدخل مرحلة الغرور يعني عنده شيء. طب أنا بحكيش عن اللي عندهم سلطة، اللي بكون شخص شخصيات عامة عادية. هلا هذا أبسط ليش؟ لأنه إحنا قلنا اللي عنده سلطة الناس بتخاف مرات تتواجد. هلا اللي ما بكون عنده شيء أزمتك بكون عنده صراحة يعني جزئياً شوية مرض نفسي أو عنده غرور نفسي سبب. هلا هذا الشخص أسهل كتير نوضح له هون الناس، يعني لا تكون أحياناً مع هذا الشخص إذا إحنا ننفيده كمان أو معنيين دون تكون في نوع من الصراحة أحيانا، يعني دائما إحنا نسمي هذا تعديل سلوك. نفترض إنه إلي زميل أو صديق، هذا إذا أنا معني أعالجه أو أساعده خلينا نقول يخرج من هاي الحالة، في عدة خطوات، أحيانا يعني في التلميح، أحيانا غير المباشر، وأحيانا أنا بتعمد أن أكون صريح.
انه انت انسان تتصرف بهذه الطريقه مغرور بدون سبب يعني. صحيح. بدي اكون صريح في هذا الموضوع، اشعره انه شو نتائج اعماله، انه انت الناس بتحملتك اسبوع شهر خمس شهور، بس بعدين راح تكتشف انه ولا صديق راح يوقف معك. يعني زي ما قلنا دائما اي تعديل سلوك بيبدا بالتلميح، بعدين بالغير المباشر، بعدين ممكن اضطر اعمل تصريح اللي احنا مسميه مرات لازم اعمل شوك للانسان او صدمه حتى يصحى. مرات انا مضطر اعمل شوك يعني، حتى مرات احيانا في اشخاص بكونوا يعني مبين عليهم انهم مغرورين او عندهم ايجو عالي، ولكن هم ببساطتهم عم بيكونوا ردات فعلهم غير مدروسة، فبيعتقدوا الناس اللي بشوفهم انه هدول مغرورين او صحيح كذا. صحيح. فهون واجب الزميل او الصديق او الاب او الاخ انه يوعيه اكثر حتى يشوف مشكلته ويعالجها. طبعا هدول الاشخاص عادة كمان يفضل ابحث عن شخص هو هذا الشخص بحبه. يعني عادة اي انسان بده يتغير او خلينا نقول بدنا نغيره ما بتقبل من اي شخص. لازم نشوف انسان له تأثير عليه، الا فيش انسان الا بحب ناس عنده قدوات معينة، لانه ما بيقبل التغيير مرات من الاصغر منه. صحيح. او من مستواه احنا نسميه قرين. يعني ما بيقبل من زميله، ما بيقبل من زوجته، يعني مثلا رجل ما بيحب من مرأة دائما نصيحة، هذه طبيعة، إذا أحد أقل منه أو بنفس مستوى عادة للأسف هذا شيء سلبي، يسمع من الأعلى منه كان شأنا قدرا، هذه سلبية. الأصل أنه كل إنسان عنده يعني قدرة أنه يتقبل حتى لو من طفل صغير النصيحة، لأنه كل إنسان خطاء وكل إنسان، والتعليم ما بتوقف على عمر. فزي ما قلنا أحيانا إحنا بنلجأ، لازم نلجأ للشك للشخص أو صدمة حتى نحس لمصلحته طبعاً. بس إنه أنت ماشي في طريق خاطئ، يعني الناس تحملك فترة معينة، ممكن أعطيه أحداث إنه فلان أنت ما بتعرف إنه تركك، ولكن تركك بهذا السبب. يعني أحياناً بضطر للمواجهة والشك حتى أحاول أوصله، يعني أعمل أنا أبرر ذمتي إنه أوصله له، ما بدوش للأسف لك ممكن يعني هو رح يوصل لمرحلة بس هو يقع في مشكلة كبيرة، هذيك الساعة رح يصير يطلب مساعدة حتى يخرج من يعني المبالغة في تقدير الذات تؤدي إلى الغرور وبعد الناس عنك، وراح يفشل في يعني راح حتى لو كان عنده سلطة زي ما قلنا ممكن يصل لمرحلة يعني في المال ما بدوم، أحيانا حتى السلطة ما بدوم، هاي الوزراء كلهم تغيروا. إنسان إذا لازم يفكر لبعيد دائما، وانه دائما انسان ثروته هو الناس، وكمان يعني خط رجع يكون عنده، اللي يخط بجر خط تخطيط لبعيد لخط الرجعه، انه انا لو راحت سلطتي الاقي ناس يحبوني ويساعدوني، لانه في النهايه الانسان بعيش بمحبه الناس حواليه. فيش يعني لو كان مليونير وفيش حدا حواليه ما بيستفيد، بكره بمرض ابسط شغله بده ما زوجته وابنه يدير باله عليه. فهون الوعي اللي احنا بنسميه الوعي المستقبلي، انه انا دائما اخطط لقدام، اللي هو مسميه خط الرجعه احنا مسميه التفكير لقدام. انا من هون ل 20 سنه كيف بدها تكون حياتي؟ وهذا كثير احنا دائما في التنميه البشريه مركز عليه، انه على شبابنا طلابنا خليهم يخططوا على الاقل لخمس سنوات او عشر سنوات حتى تكون حياته منظمه مش فوضويه وعشوائيه، تقل نسبه الفشل، لانه كثير من اسباب ضعف الثقه بالنفس هي الفشل. صحيح. سببه عدم مش عيب الفشل، دائما معلمه مش غلط. بس انه اضل افشل معناته انا عندي مشكله انه ما بعرف اخطط. صحيح. عندي مشكلة ما بتعلم من أخطائي، سوء إدارة. لازم يكون عندي تخطيط. نعم. يكون عندي دراسة للواقع، دراسة لكل هاي الأمور، وأعمل إذا أخطأت أو فشلت طبيعي ضمن الطبيعي، بس مش تكون كل حياتي فشلت وعندي مشكلة. لازم يكون عندي يعني جرأة أني أعترف بأخطائي وأتعلم من الناس. صح. اللي عندي تصالح خبرة، وألجأ لناس يعني واعيين يساعدوني على هذا الموضوع. طب يعني خلينا نحكي إن نركز على الناس اللي برضو بحاجة لتقدير ذاتها، يعني في تمارين عملية بتؤدي الى تقدير الذات وبتساعد على تطويرها. يعني زي ما قلت لك اول شيء احنا انسان لازم يؤمن، يعني يؤمن انه كل انسان عنده قدرات. يعني اول قاعده انه ربنا خلق كل انسان واعطاه مفاتيح النجاح في حياته. يعني حتى لو خلقه في ابتلاء معين او اعاقه دائما نقول لعله خير، او كل انسان بيعطيه ابتلاء هو فيه خير. يعني خاصه ان احنا يعني مسلمين نؤمن انه كل ابتلاء فيه في داخله منحه او فيه في داخله نعمه. فهون أول قاعدة الإنسان أنه أنا عندي طاقات، ربنا ما بيظلم حدا، ما بيخلق حدا وبرميه. عندي طاقات لما أطلق لازم تبحث عنها، مش عارف إلجأ لحدا يساعدك فيها. النقطة الثانية زي ما قلنا لازم يكون عندك أهداف. هلا التمارين ما هي نابعة من هاي الأمور، زي ما قلت لك التمرين يعني أهم شغلتين، الإنجازات ولو إنجازات بسيطة، التمارين يعني هي نفس الإنجاز. لما أروح أنا أعمل مهمة وأنجح فيها هو تمرين. صحيح. يعني أي مهمة بعملها لو كانت بسيطة مجرد أنا عملتها ونجحت فيها هي سوت، هي دفعة، هي دفعة هي سوت للعقل الباطن تجربة إيجابية أنا أرتكز عليها. النقطة الثانية قلت لك اللي هي أكثر تمارين اللي هي التخيل. هلا في التخيل كثير تمارين، يعني فيش وقت لذكرها، هي بناخذ مرات فيها دورات. يعني في تمارين تاخذ نص ساعه اللي هي بناء الصوره الذاتيه، المبدا تبعها انه اجلس مع نفسي اغمض عيني واتخيل حالي في المستقبل
كيف بدي أنجح، شو بدي، كيف بدي أعمل هذا المشروع، كيف راح تكون حياتي بعد 10 سنوات أو 5 سنوات. هو تدريب للعقل الباطن، لأنه كل هاي الأمور السلبية أو الإيجابية مخزنة بالعقل الباطن. الفاشل مش واثق في نفسه بيفتح الملفات السلبية الموجودة في عقله. الناجح بركز على الملفات الإيجابية، كلها موجودين عند الناس. هلا دوري أنا في هاي البرمجة والتمارين إن أظل أفتح الملفات الإيجابية وما أسمح للملفات السلبية إنها تفتح. في قاعدة في العقل الباطن يسموه قانون الانتشار. إذا أنا بفتح ملف سلبي صغير شو بسوي تلقائيا؟ بفتح لك إياهم من 10 سنين. وفي المقابل إشي الإيجابي. فهون دورنا إحنا نقول في تمارين التخيل أنا بدي أفتح كل الإشي الإيجابي وحاول أغلق، ما أسمح هاي المفاتيح، يعني الملفات السلبية أسوي لها بلوك أو هذا وما أفتح. ما أسمح لحدا من برا كمان يفتح لي إياها. لو إجا حدا ذكرني بملف سلبية أعمل له ديليت أو ما أسمعه. يعني زي ما أنا برفض أي أكل مش عاجبني ومش نفسيتي مش مرتاحة لإله، ما أسمح لأي أفكار سلبية تخرج تدخل لعقلي. أنا المسؤول عن عقلي مش الناس اللي حولي. أوكي أكيد. طب يعني حكينا إنه ممكن الأهل يكونوا دور في تقليل ال تقليل ذاتنا، ولكن هل في معوقات تانية أو تحديات لإحنا نقدر نوصل لهاي لأن نقدر نقدر ذاتنا صح؟ نعم. هلا اول شغله يعني قلنا الاهالي دور كبير مش بسيط، هو يعني 90% من الدور، لانه هم بيشكلوا شخصيه الطفل اول 7 سنوات. هلا بعدين هو كيف تشكلت صوره عن ذاته بلش يبني. زي ما قلت لك يعني اذا هو في المدرسه من الاهل والاستاذ اعطوه صوره انه انت ناجح وشاطر، شو بصير؟ بصير يتفوق اكثر لانه بده يحافظ على الصوره. للاسف اذا بنوا له صوره سلبيه بصير مش لاقي هو انجاز ايجابي، بصير يعني مسوي هويه سلبيه، يضل هو ماسك الانجازات السلبيه لانه الطلاب بيفتخروا فيه لانه مزعج مثلا للمدرسه او الاهل، او بصير مرات استفزاز خلص بالنسبه له انجاز، هو سلبي بس ما بيعرف انه سلبي، بيعرف انه انجاز لانه مش لاقي شيء ايجابي. هذا بالنسبه للصغار. الان الكبار زي ما قلنا اخطر المعوقات هي السماع من الاخرين والفشل. زي ما قلنا تراكم عند الشخص عده تجارب سلبيه خلاص بنحبط، وللاسف احيانا اللي حوالينا ما بيعرفوا ينصحوا، يعني بيجي بيقولوا ما احنا قلنا لك تعمل هذا المشروع وما زبط، ما خلص انا فشلت، ما بدي لوم سلبي. فهي شغلتين المشاريع، يعني الفشل في الحياه والمشاريع قد تكون اجتماعيه احيانا اسريه زواج كذا، الفشل هو اكبر معوقات تراكمها واللي حوالينا. عشان هيك بنرجع وبنقول اي انسان سمعنا اليوم ما يقدم على مشروع بدون ما يسوي شويه تخطيط وتفكير. صحيح. حتى ان كان زواج، حتى ان كان مشروع اقتصادي لازم يخطط. احنا للاسف كثير من الشباب المندفعين بيدخل على مشروع اقتصادي بدون ما يسوي له دراسه جدوى بسيطه، ما بيسال حتى اصحاب الخبره، ما بيسال اصحاب الخبره القانونيين، فبتلاقي بقع وبقع في ديون او شكات لسنه. فهذه اهم معوقات اللي بتخلي الانسان، عشان هيك دائما ما تقع في شيء قبل ما تخطط واسحق اليوم. صحيح. يعني مدربين منتشرين، اصحاب خبرة منتشرين. والشغلة الثانية ابعد عن الناس السلبيين حتى لو كان أحيانا أقاربك، للأسف دور عن الناس الإيجابيين ويحضر، يضل دائما لازم نحضر، إحنا دائما إحنا محتاجين للتحفيز. صح. نحضر هاي المحاضرات أو الندوات اللي على النت والمكان اللي بتعطينا تحفيز، وفي نفس الوقت نصنع لأنفسنا تحفيز عن طريق الأهداف. هذه أهم شغلات يعني بتمنع الإنسان أنه يقع في دائرة ضعف الثقة بالنفس وضعف تقدير الذات. طب خليني أخيرا بس أرجع لموضوع العقل الباطني، أنه نتخيل شغلات إيجابية. يعني باعتقادي يعني في أشخاص ممكن يظلوا يتخيلوا في الموضوع دون تطبيق، ممكن يعيشوا بالوهم أنه نحن أنجزنا وعملنا وهم محلنا قبلها. قلنا الأهداف بالضبط، بدك تحط أهداف أو أول خطوة عشان يعني بشكل سريع، من أول خطوة اعرف ذاتك. أنا شاطر في كذا، في كمبيوتر، إعلام، محاماة، أي شغلة شو أنت شاطر فيه وابني عليه، وبناء عليه حط خطة على الأقل لـ5 سنوات. أنا شاطر في الموبايلات بدي أسوي محل ولو صغير لو بسطة، لـ5 سنين بدي أحط خطة. هلا هون بتخيل انا بعد سنة عندي بسطة، بعد سنتين عندي بسطة اكبر، بعد 3 سنوات بدي استأجر محل صغير، بعد 10 سنوات عندي محل في وسط البلد او في كذا. هذا يعني اعرف ذاتك، حط اهدافك لـ5 سنين او 10 سنوات، وبعدين اقعد تخيل. التخيل بيعطيك الدافع والطاقة. لما تحس انت بالنجاح، انا كثير هاي الطلاب التوجيهي بحكي تخيل حالك معدلك 95 او 97، بس طبعا شرط انه بدرس مش يعني فهي مرتبطة طبعاً. تخيل لما انت تحس بالنجاح تدوق ولو طعمه ولو بالخيال بيعطيك دافعية انه انا في مجال اصير هيك. هذا يعني هي خطوات ورا بعض او مع بعض، ما بصير اعمل واحدة بدون. اكيد. شكرا لك دكتور عمار الزعتري، اخصائي تنمية بشرية، على كل هذه النصائح. شكرا لك. أكيد يلا، يعني بالسعي والجهد والحماس بنوصل لإيش بدنا ولتقدير ذاتنا. أكيد ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود لإكمال الفقرات، كونوا معنا.